السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم صحابة ومناضلين الفكرة الديمقراطية. مرحبا بكم مناسبة مؤتمر الصحابي. ويتركز أساسا هذا المؤتمر الصحفي على قضية الشباب. أعرضوا عن هذه القضية، عنها خطيرة حد ذاتها، اللي ماسة كافة أرجاء التراب الوطني. وتعرضوا عن موريتاني، عن ثرواتها التقليدية وثرواتها اللي عايشة بهم الناس وثرواتها المتجددة، عنها أولا تنمية، تنمية النواشي، ثانيا الزراعة وموسمية وسوى بالري إن كان جديد على الناس مقياس المستعارات حتى الآن، والله الصيد البحري. هذه هي الثروات اللي متجددة واللي لو وجدت إدارة محكمة وحكيمة كانت كبيرة بتعطي الموريتانيين توفر لهم عيش كريم ووعود وقاعة وعود الملاجئ. حقيقة لا يقدوا يعودوا مكرسين للبنية التحتية ومكرسين للاستثمارات المتوسطة والطويلة الأمد. يقال وهذا هو المشكلة، هاي الثروات التقليدية اللي الناس عندها مهارة فيها واللي عايشة منها وعايشة فيها واللي متجددة، الحكومة وهذه الحكومة بالخصوص تهملها وعاد قاعد يقبض موطس إلى أن قال له عن البقرة في البلد. ما هو فاهم عن منمي أنه منين يبرق حيوانه أنه فلس، ومنين يفلسوا المتنمي فلسة موريتانيا معه المناجم. أولا ما مجهور أخبارهم الصحيحة، ثانيا تجبر منهم مبالغ ظروف غامضة كثير من الحالات، وأغمض من هذاك اللي يعد ليك المبالغ. وبالتالي هذا الجبهة كان واضح أنه احتمال متين، ولذلك المكتب التنبيه تكتل القوى الديمقراطية في بيانه من جراء اجتماع يوم 8 بغشت حذر من خطورة هذه الجبهة وطلب
باتخاذ الإجراءات اللي من شأنها أن تقلل من الانعكاسات السلبية وتوفر للمواطنين حد أدنى من الوسائل اللي تجعلهم ما يعودوا عرضة مباشرة عرضة شبه مطلق بصورة مطلقة لهذا الجبهة اللي الحقيقة ما هو جديد على موريتانيا نظرا للمنطقة اللي هي فيها نظرا لتجاربها من السبعينات على الآن وسبق أن اتخذت فيه خاصة للسبعينات إجراءات كانت قد ترد يستنار بها ويحتلى بها من أجل إجراءات تتخذ في أمس لمواجهة مكافحة هذا الجبهة ومواساة ومعاون المواطنين في مواجهته هذا يعني للأسف آخر ولا 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 خلق شيء ملي وقته لا يمكن المواطنين من التعامل مع هذه الكارثة حتى قاع أن فيما يخص مثلا الأسعار عاد الله كل وقت ينزادوا أسعار محروقات ومعروف عن المحروقات عنهم انهم نسبة كبيرة من أسعار البضائع اللي قايسة المناطق في الداخل وعاد هاي بعد ارتفاعات اللي مسلسل ما عندها علاقة بياسر من الحالات ما عندها علاقة بأسعار المحروقات في العالم لكن يقول لي صيغة مبيتة ياك توخر ما انفطن لها والله ما انفطن لها كاملة وبالتالي لن يعودوا الأسعار أولا ما في سياسة واردات ذات هي محكمة بهاللي ياك تعودي في سياسة محكمة يا الله يعودوا هذا اللي يستوردوا مكيفين بصيغة بين التنافس نحن في اقتصاد ينقال اقتصاد ليبرالي لا يصح ولا يقد يجد صيغته الحقيقية ونمطه المعروف يكون العاد في تنافس حقيقي والتنافس ما قد يخليك هو العاد المتنافسين أولا ما بينهم تواطؤ وعندهم قوة شرائية والاقتصادية ما هي متباعدة وتعود الدولة مبلي لكن طارح عنده الأخلاق مراعي الولايات المتحدة اللي هو مارك واسع عنه هو أكبر دولة بالنسبة للليبرالية عندهم مؤسسات شرسة تراعي كلما خلق التنافس تضرب الناس اللي مخلين بالتنافس وتدخل مؤسسات ياك ما يعود المستثمر والله البائع ما يعود مثلا يضيع حتى اكثر من اللازم واكثر المعتاد المستهلك احنا هذا ما هو عندنا
وعندنا عندنا تجار يعادوا اللي يوفر لهم بصورة متوازنة وبصورة تهدف لمصلحة البلاد، ما هو مصلحة الأشخاص، له مصلحة الحاشية. وعادوا التجار موفروا لهم الشروط من حيث القروض ومن حيث العملة الصعبة ومن حيث التسهيلات الإدارية كاملة. يعود هناك تنافس يحد ويقلل من ضرر هذه الاحتكار وهذا التواطؤ اللي هو اللي راك مضيع البلد ومضيع العباد. اليوم نحن تأكدنا أننا خايفين ومتوقعين، وهذا هو اللي عدلنا عليه البيان يوم 8 رشد. قال اليوم تأكدنا عن في جهات واسعة من هذا البلد بعد مكان كثافة السكان ومكان كثافة ما شاء الله لا قوة إلا بالله المواشي. عن هاي المناطق انها اليوم صبحت في حالة خطيرة مهددة بالمجاعات ومهددة بانقراض المواشي. وهذا شفنا منه شيء من اللي شفنا هذه الهجوم على السكن في نواكشو، ونختار نقول هون قلة حكمة قرار الحكومة اللي علنت إنه لا يتوزع التراب. ياكم مولي إنزاد الطين بل جات الناس كامل هون تدور التراب ولا جبرتها، واللي يجبر منها بصورة ملوية وبلا قسط ولا هو تابع المبدأ ولا معيار يكون الصحبة والتواطؤ على شيء ما عنده ولي تالبي هنا ولا شيء. هذا هو حقيقة اللي اخترت ندعيكم، لكن عبر عن إحساس الحزب بهذه القضية وتقدير خطورتها وأغتنم هذه الفرصة لوجه دعوة لجميع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية تعاون الشعب الموريتاني في الأزمة الخطيرة جدا. تعاونهم وتعاونهم إن أمكن بصورة مباشرة. طالب المؤسسات الخيرية والمؤسسات الأهلية للدول الصديقة والشقيقة أن تتعاون مع المؤسسات المماثلة والجهات من المجتمع المدني الموريتاني لكي ينتفع الشعب الموريتاني ولكي نتحاشى كارثة هيكية مرببة. ولا نريد أن موريتاني تصبح اليوم لا قدر الله كيف صومالي، وهذا لا يخلي الا اذا رعاوا الموريتانيين خطوره ظروف الجمهوريه وعاوا ملي ضروره انهم يواجهوا هاي الظروف بوحده وطنيه ومسؤوليه بينما ينزلق الكثير الى مشاكل عرقيه
ومشاكل قبلية ومشاكل جهوية لا طائل من ورائها، ولا فيها يكون خطورة التمزق للبلاد والعباد. ولا شك أن هذه الحالة أن تتطلب من المواطنين اليقظة، وتتطلب منهم أخذ بعين الاعتبار مسؤولياتهم كاملة، كلهم بمكان وكلهم حسب مسؤوليتهم. الأحزاب السياسية عندها مسؤولية، المجتمع المدني عنده مسؤولية، الصحابة مسؤولية أكبر من احنا قاعدين كم، وأيضا الشخصيات الاعتبارية والجوار هذا كان عنده مسؤولية، وراجعين عن الجميع يعتبر ويقدر ويقوم مسؤولياته. ونحن كحزب هذه القضية قلت لكم قلناها وقتها وقايلينها، ولا ينتم ولا نقولوها ونعبوا من أجل الشعب الموريتاني ما يبقى ضحية لا مسؤولية لا مبالاة لا اهتمام بشأن المواطن وآلام المواطن. لا نقول لكم قضية إبراهيم النبوي ملهوم، أنا هو استقبلنا مسؤول فرنسي يقعد تقريبا شهر حوالي شهر نعم، وقلت له راهي موريتاني محدق بها جبهة خطير، أنا طالب منك أنك أنت من الحكومة الفرنسية تتدخل هي كحكومة فرنسية وتتدخل إزاء المجموعة الأوروبية إياك تعاون موريتانيا بها اللي ذاك هي مرتب عليها شباب خطير وانعكاسات خطيرة على الشعب الموريتاني، وعيط ذاك الوقت المسؤول يشتغل معاه والله نفت ذبه انه اتصل بالمجموعة الأوروبية ياك ينسقوا معاه من درسة. كان الحكومة الموريتانية قدم الطلبات في الوقت المناسب وقدرت احتياجات في الوقت المناسب. أنا بعد خالد رواية لا قضية عجبين منها كنوا حتى الآن ما بات أنه أبي جباب أنه في مجال نسمع هنا وهنا نجي جال والله يقال قضية خطيرة ولا يقدر يلبس عليها ناس ما تقدر تعود تم تسقط بها المرض والجوع وباش زاد الجوع باش زاد المرض وعود هذا يتم ملبس عليه وهذا غير ولا خال يكون خير. هذا هو اللي مولي الله انتبهوا له، نعرف القضية خطيرة وإن إذا قامت لها الناس كاملة تقد تحد منها، وإذا ما قامت لها لا يتعود كلها أخل مسؤولية وأخل بأضر بالشعب الموريتاني. وعلى أي حال إحنا بعد كحزب لا نمثل هذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعه الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله.